فرش وألوان وأقمشة وأخشاب، تلك هي الأدوات الفنية التي تعتمد عليها الفنانة المصرية إيمان قطب حتى تدمج الفنون التراثية في منتجات الزينة وتخرج عملاً فنياً يصبح مشروعاً ومصدراً لكسب الرزق. أنا إيمان قطب، فنانة تشكيلية شغوفة جداً بالفن بكل أنواعه، لحد بقى ما كبرت يعني دخلت طبعا كليه، يعني دخلت كليه ملهاش علاقه بالفن، ولكن لحقت نفسي بعد ما خلصت بقى الكليه، لحقت على طول نفسي ان انا ادخل تاني المسار الفني. التحقت بكليه فنون جميله، عملت فيها دراسات حره، بعدها دخلت بقى في المجال الفني عموما، سواء تصميم ازياء او سواء الفن التشكيلي، النقد الفني، دخلت في الحته دي كتير، قعدت ادرس حاجات كتيره ليها علاقه في الاخر بمصدر واحد، لحد ما حسيت ان انا محتاجه اتخصص شويه في حاجه يعني تكون بالنسبه لي هي دي الحاجه اللي انا حاسه ان انا عايزه اعملها على طول. مشروع ثقافي وحضاري يهدف لاحياء الثقافه والهويه الافريقيه من خلال التصاميم المختلفه التي تعبر عن مدى تنوع الفنون داخل المجتمع المصري. فبدات من هنا بقى اعمل دكان زمان بيضم كل الحاجات اللي انا اتعلمتها، بيضم مثلا الفن التشكيلي، بعمل فيه لوحات على كانفاس وبعمل برسم على جلد طبيعي واخشاب وحاجات زي كده، وملابس طبعا، وبرده فكره الازياء بدخلها مع الملابس. هو لسه ده ما عملتوش كلاين واضح، لسه بشتغل عليه دلوقتي، بس طبعا في بالي ان انا يعني احط كل الحاجات اللي درستها في نفس الحاجه اللي انا بحب اعملها. فكرة ان انا اعلم حد غيري سواء اطفال او كبار، لاني بعمل حاجتين، دي حاجة ضافت لي كتير جدا. اول حاجة فكرة انك انت بتعلمي حاجة لغيرك بتفيدك على المستوى المعنوي بشكل كبير، ان انت بتنقلي خبرتك لحد تاني بيكمل بعديكي، بيعمل المشروع بتاعه، بتشوفيه هو بيكبر من البداية لحد ما بيكبر خالص، دي في حد ذاتها العائد المعنوي ليها حلو جدا. تصميمات بسيطة ومقتنيات كثيرة مستوحاة من التراث المصري والنوبي الأصيل ذات السمات العريقة والمميزة تجدها هنا فقط في دكان زمان. ريهام فيكتور، إكسترا نيوز.